السلام عليكم الإخوان. اليوم بغيت نشارك معكم في هذه الحلقة طرق العلاج البطيخ الأحمر أو ما يعرف بالدلاح. فكما كتشوفوا معايا هذا المبيد الفطري، الاسم ديالو ميريطوب والثمن ديالو 80 درهم مغربية كما كتشوفوا معايا في الصورة. فهو مبيد كنستعملو من هذه شحال مدة قديمة، فهو مبيد صراحة عنده فعالية وله دور وقائي وعلاجي كما كتشوفوا معايا من أمراض تعفنية. فهذا المبيد كنستعملو من بعد وضع النبات البطيخ الأحمر تكون مدة الزرع ديالو 21 يوم كما كتشوفوا معايا. فهو مبيد مزيان وكنصح الاستعمال ديالو. فانا كنستعملو دابا حاليا، عندي كنستعمل جمع العاقات ونصف في 50 لتر كما كتشوفوا معايا، 50 لتر على حساب الكمية. فهو مبيد ممتاز كما كتشوفوا. كنوضعو هذاك الملعقة تاعنا ونصف في هاد في هاد القربة هي هادي، هانتوما الدوا كيما كتشوفو معايا كيفاش كيكون. وكنستعملو على النبات، كنقومو بالرش على النبات البطيخ. غادي نوريكم الطريقة. وكما كتلاحظو معايا هادي هي الطريقة، طريقة الرش الموبيل الفطري كتكون بحال هاد الشكل. هي الطريقة. فهو مبيد فطري ممتاز، كيعطي واحد المناعة، كيخلي واحد المناعة يقويها للنبتة وكيحمي من الصدى كما كتلاحظو معايا. هاد النبتة نقرب لكم شوية تشوفوها، النبتة كتعاني من الصدى. فهو غادي يعطيها واحد الفعالية، واحد المناعة ضد هاد المرض كما كتلاحظو معايا. هي الطرق، الطرق جد سهلة كما كتلاحظو. كما كتلاحظو معايا، كنتمنى هاد الحلقة تكون فادتكم. وأي تساؤل وأي استفسار فمرحبا بالإخوان، والسلام عليكم.